اولا وقبل كل شيء السلام عليكم ورحمه الله. معكم هذا واحد بائع ديال التمور من ساحه السوق كبير عبد العزيز مرادي. مشهورين حنا بالبيع ديال التمور هنا بالشتاء انواعها. في هذا اليوم اريد ان اهنئ المغاربه بهذا الشهر الكريم رمضان مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه كافه اجمعين. الله يدخلوا علينا وعلى كل المسلمين كافه اجمعين بالامن والامان والسلامه والطمانينه باذن الله. بالنسبه للتمور فيها انواع، سالتيني على التمور الثمن ديالها، الثمن كتبدا من 20 درهم، كاين التمر ديال 20 درهم حتى ل 120 درهم 150 درهم، اعلى تمر هو المجهول 120 درهم 130 حتى ل 140 درهم. شنو الانواع اللي كاينه؟ الانواع اللي كاينه هذا العام كاينه كل عام كتكون، كيبقى غير الاثمنه كترتفع والجوده، هذا هو اللي كيبقى. بالنسبه لهذا العام هذا هو كاين التمر ديال البلاد كاين بزيد، ولكن الثمن كاين مرتفع شويه. ومن هذا المنبر هذا باغي نوصل واحد الرساله للناس اللي كينتجوا لنا التمر، بغيت نقول لهم بان كل تمر يعطونا ما يوجهوش لنا التمر، يعطونا التمر الغليظ بوحده والرقيق بوحده. هذا المشكل اللي عندنا هو التمر تيجي موجه ديال البلاد، تيجي موجه، تيجي الفوق شكل وتحت شكل. اما التمر ديال البلاد راه ما كاينش بحاله، احسن تمر عندنا، من احسن التمور عندنا، لا من ناحيه الجوده ولا من ناحيه كل شيء. التمر عندنا مزيان. شفنا كاينه منافسه كبيره هذه السنه بين التمور المغربيه والتمور التونسيه. المنافسه دائما قائمه، المنافسه ماشي اول مره. بالنسبه للسوق ديال التمور الاول في الراس ديالها راه هو المجهول، ولكن تبقى انواع اخرين. حنا بالنسبه للانواع اخرين عندنا ضعف شويه، بالنسبه للتمور اللي كتكون مستهلكه ضعف شي شويه، ضعف في التلفيف وفي التغليف عندنا نقص، عندنا لومبالاجات ناقصين. كيجي التمر في الصندوقه فيها 20 كيلو، المستهلك ما يمكنش ياخذ كرتونه فيها 20 كيلو. بالنسبه للبلايص اخرين تيجي التمر في كيلو اومبالي بالتعبئه ديالو مصايب. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو هذا المجال، هذا خصنا نحاولوا نركزوا على هذا الاتجاه. اما بالنسبه انا تنحيي المنتوج الوطني لان شي حاجه مزيانه، ما فيش المواد حافظه، شي حاجه زوونه. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للتمر المجهول كيف كيتنتج؟ التمر المجهول معروف في الرشيديه ارفود، هذا هو البلاصه ديالو اللي تيجي منها. الان اول ليله شفنا يعني في واحد الوقت ما كانش التمر المجهول في المغرب، دابا كاين واحد الوقيته تتكون عنده الجائحه تصيب الاشجار ديال التمور من الادويه، وهذه تيقدر يجي نقص، ولكن الحمد لله كاين الاكتفاء الذاتي فقط، كاين الثمن مرتفع، هذا هو اللي مخليه. يعني شنو الحاجه اللي تميز التمر المجهول باش يعرفوه الناس؟ التمر المجهول تيكون ملحم، تمر غليظ مهبر غليظ، ما تيكونش تمر رقيق. يعني من النظره ديالو غادي يبان لك بانه مختلف على التمور الاخرى، لان التمر ديالو غليظ ومهبر. ماركه مغربيه، ماركه مغربيه معروفه. نصيحتك للمغاربه اللي كيتكاو التمور في هذا المغرب، خصوصا ان كنشوفوا يعني كاين الناس اللي ما كيعرفوش يتقداو، من الافضل الناس اللي كيتقداو التمر من الافضل ما ياخذش السلعه اللي كتكون ديال الفريكو معسله بزاف، ما ياخذهاش، يحاول ياخذ السلعه ديال البلاد. واخا ياخذ التمر ديال 30 درهم ديال البلاد ويكون ناشف شويه، حيت التمر ديال البلاد ما غاديش يلقاه معسل بزاف، لان ذاك التمر اللي يكون معسل تيحتاج التبريد. حنا هاد الامور عندنا ناقصه باش يخرج، لان كاين خص مراقبه تكون في ذاك الشيء بعدا هي الاولى. المحل كي خص يكون عنده فريكو باش يبيع فيه، وهذه المهم. على اي حال يحاول ياخذ التمر ديال البلاد من الافضل، اهم حاجه، وياخذ فيه لومبالاج وفيه التاريخ ديالو. هادشي اللي كاين. التمور المهربه واش كتاثر عليكم؟ بالنسبه لنا حاليا السوق ما كاينش فيه شي تمر اللي مهرب، تيجي التمر كله بالتغليف ديالو، كله بلونصه ديالو مكتوب عليها، ما كاينش. لا هذا الامر هذا ما كاينش، يعني كاينه المراقبه. لا كاينه مراقبه الحمد لله. التمر حنا تناخذوه في البلاص ديالو، البلاصه ديال الجمله. ربما في الدخله ديال التمر في المرصى وهذه يقدر يكون، اما هنا توصل عندنا التمر بالتلفيف ديالو مقاد.
ماشي ما كاينش تخوف من هذا؟ لا ما كاينش تخوف هذا. شكرا. ورمضان مبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه كافه اجمعين، والله يبدل الحال الى افضل والى احسن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.